الموافقة على هيكلة جديدة لوزارة التهذيب الوطني بعد ضم التكوين المهني لها. الهيكلة ضمت 77 مادة تحدد معالم ومسؤوليات كل جهات إدارية وقطاع داخل الوزارة التي يعهد إليها بتربية النشأ والتعليم الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني. أبرز مضامين الهيكلة الجديدة هي الترتيبات التي وصفتها الوزارة بالهامة: إنشاء مجلس إداري مكلف بمتابعة حالة تقدم أعمال وبرامج القطاع يترأسه الوزير ويضم الأمين العام والمكلفين بمهمة والمستشارين الفنيين والمفتش العام والمديرين المركزيين ويجتمع كل 15 يوما. كما نصت الهيكلة الجديدة لوزارة التهذيب والتكوين المهني على إنشاء مجلس أعلى للتربية كهيئة استشارية تصدر آراء حول السياسة التربوية ويقدم مقترحات في هذا الإطار وفق وثيقة الهيكلة. مجلس التربية وفي خضم الحديث عن إصداره وأهميته، يرى خبراء التربية بموريتانيا بأنه قد يشكل خطوة مهمة نحو التشخيص الدائم لمشاكل التعليم، ما قد يخفف من ضعف المستويات وتحسين مخرجات العملية التربوية، فيما يرى بعض المراقبين بأن واقع التعليم بموريتانيا ما يزال بحاجة من الخطوات للرفع من مستواه. الشيخ مدن النجاشي، الساحة تيفي، نواكشوط.